تظاهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأربعاء في أول مقابلة يطل بها علنا وأجراها معه موقع تلفزيوني إخباري يميني محافظ هو نيوز ماكس الأمريكي، ومنها اتضح أنه يفكر بإطلاق موقع تواصلي خاص به بعد أن تقطعت به السبل الإعلامية منذ حجب تويتر حساباته في 8 يناير الماضي بشكل دائم، ووعد بأن لا يسمح له بالعودة حتى لو ترشح للرئاسة ثانية وفاز بمنصبها. كما علقت مواقع تواصل أخرى حسابات له فيها أيضا ولكن إلى أجل غير مسمى، منها فيسبوك وسناب ويوتيوب، إلا أنه متأثر أكثر بموقف تويتر منه بشكل خاص، لذلك أعلن في المقابلة التي تمت عبر الهاتف أنه لن يعود إلى تويتر، مضيفا أن الموقع أصبح مملا جدا والملايين يغادرونه وفق تعبيره. ولم يوضح ترامب عما إذا كان يخطط للترشح مجددا عام 2024 للرئاسة، وهو ما أصبح ممكناً بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي، لكنه قال: لن أتحدث عن الترشح بعد، لكن لدينا دعم هائل، أنا الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي، في إشارة منه إلى نسب التأييد. وظل ترامب في منتجعه في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو الشهر، وواصل الرئيس السابق القول بأن الانتخابات سرقت منه، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لدخول مبنى الكابيتول. يذكر أن تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في منتصف نوفمبر الماضي أشار إلى أن حلفاء لترامب يسعون إلى إيجاد سبل لإنشاء منافس ضخم لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، ووقع خيارهم على نيوز ماكس الناشئة والموالية للرئيس، مضيفاً أن شركة الأسهم الخاصة المرتبطة بالرئيس المشارك للجنة الوطنية للحزب الجمهوري أجرت محادثات في الأشهر الأخيرة حول الاستثمار في نيوز ماكس، واعتبرت الخطوة جزءاً من مجهود أكبر قد يشمل خدمات بث الفيديو، أي منافسة يوتيوب الأمريكي ونظيره تيك توك الصيني.